تغطياتنا لليوم هي الأكثر تميز، جمعنا لكم جميع فئات تويوتا كامري، نشوف مع بعض اختلاف مواصفاتها وميزاتها بشكل كامل. فبشكل سريع نبدأ بهذا التغطية. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غالين. تغطياتنا لليوم نتكلم فيها عن جميع فئات تويوتا كامري 2024. طبعا تعبنا حتى جمعنا هذه الفئات كلها، لكن لعيونكم طبعا بنشوف مع بعض اختلاف المواصفات والمميزات اللي موجودة عليها. طبعا في النهاية بالنسبة للسعر، أسعار تويوتا كامري تختلف حسب ألوانها، أكيد الكل عارف أنه كل لون وله سعر. فبنتكلم عن الفئات والألوان اللي موجودة معنا لليوم، باقي الألوان بإذن الله إذا جات فراح نغطيها تغطية مفصلة. وللمعلومية كل السيارات اللي هنا غطيناها لكم بالسابق راح نترك لكم رابط التغطية في خانة الوصف أو صندوق الوصف. طبعا الفئة الأولى اللي هي باللون الأسود الـ LE المطورة بالإضافة للجراندي، وعندنا فئة الـ GLE وعندنا فئة الـ LE الـ STD بالإضافة لفئة الـ SE الـ V6 6 أسطوانات. ونبدأ بشكل سريع بفئة الستاندر. طبعا كل هذه الفئات ناقص فئة واحدة اللي هي نسخة اللومير، أعلى فئة التوب، لكن راح نذكر لكم مواصفاتها واختلافاتها في آخر التغطية وش تتميز فيها فئة اللومير، لأنها فئة نادرة أساسا تعتبر هي التوب. نجي للواجهة الأمامية، مثل ما نلاحظ فئة الستيدي الستاندر جنوب حديد، وهي الأكثر شعبية، الأكثر ما شاء الله عليها طلب رهيب. طبعا جنوط حديد نتكلم تقريبا عن 16 انش، عندنا اضاءات فل LED بالنسبه للعالي والواطي، اشارات بمرايات، المرايات مدمجه بالابواب مع خاصيه الدخول فيها بالمفتاح او بالريموت. عندنا مثل ما نلاحظ اطار من الكروم حول النوافذ، عندنا ما عليها جناح خلفي لكن فيها حساسات خلفيه وفيها كاميرا خلفيه مع فتحه عادم بالجزء السفلي. بصمه ال LE بهذا الجزء. استهلاك البنزين طبعا نتكلم عن 18.3 كيلو لكل لتر بنزين، التقييم ممتاز. طبعا لاحظ فتحة تكييف بالخلف، تكاية بالوسط مع حاملة اكواب، عندنا مثبت لمرتبة الاطفال او الايزوفيكس، وفيها 5 احزمة امان. طبعا ايرباقات امامية، عندنا نوافذ كلها كهربائية، مقابض داخلية كروم، وهذه هي مميزات فئة الـ LE. طبعا ما عليها شاحن لاسلكي لكن فيها النوافذ كلها كهربائية، فيها القفل المركزي، هنا اللي هو التراكشن، فتحة غطى التانكي وغطى البنزين، عندنا بالإضافة لتحكم بالدركسون. مثل ما نلاحظ ما فيها وضعيات قيادة، حاملة أكواب، التكييف تحكم فيه مثل ما نلاحظ يدوي، وشاشة تدعم جميع الأنظمة. بعد كذا الفئة الثانية اللي هي المطورة، وش تتميز عن الفئة العادية؟ تتميز بحساسات أمامية وخلفية، طبعا بحساسات أمامية المعذرة جنوط كروم مقاس 16 انش، عندنا نفس الدخول بالمفتاح، ولا ننسى فيها الإضافة الثانية اللي هي شاحن لاسلكي. مثل ما نشوف غالبا فيها الشاحن اللاسلكي بهذا الجزء، فيها شاحن لاسلكي نعم، وهذه هي الميزة اللي تتميز فيها عن فئة الستاندر. طبعا باقي المواصفات نفسها، عندنا فئة الجي ال اي. فئة الجي ال اي هي الفئة الأكثر تميز، الأكثر مبيعا بين فئات تويوتا كامري. طبعا عليها كشاف ضباب مثل ما نلاحظ بخاصية ال LED مع حساسات أمامية، جنوط مقاس 17 إنش، عندنا خاصية الدخول الذكي أو المتعارف عليه بالبصمة على باب الأمامية، حتى المفتاح هنا مختلف في التصميم، عندنا جناح خلفي مع حساسات خلفية وكاميرا خلفية. بصمة ال GLE مع فتحة عادم مثل ما نلاحظ بالجزء السفلي، طبعا ما فيها لا ستارة خلفية ولا. طبعا نفتح السيارة بهذه الطريقة، فتحناها المرايات تنطوي وتنفتح حسب الحاجة، طبعا مراتب مخمل تحكم فيه يدوي، مثبت لمرتبة الأطفال ولا فيها الستارة الخلفية، ما فيها ستارة خلفية لكن تتميز بالإضافة للتشغيل اللي هو بالبصمة. باقي المواصفات نفسها على الفئات الثانية. طبعا كرسي السايق بحركة كهربائية مثل ما نلاحظ، هذه هي الإضافات اللي موجودة على فئة الجي ال اي. نحسبها بشكل سريع، عندنا فتحة بالسقف، عندنا اللي هو تشغيل السيارة بالبصمة، مراتب تحكم فيه يدوي أو المعذرة كهربائي، وعندنا دخول ذكي، مقابض مطلية بالكروم، عندنا كشاف ضباب،
LED وجنوط كروم مقاس 17 إنش، وهذه الإضافات اللي موجودة على فئة GLE مع تغيير شكل المفتاح. أما بالنسبة لفئة الجراندي فراح نتكلم عنها لكن بعد ما نتكلم عن SE. فئة SE طبعا تتميز عن فئة GLE بالإضاءات اللي هي نفسها موجودة على فئة الجراندي، الشرائح الأمامية مثل ما نلاحظ بهذا الجزء، وعندنا إضاءات خلفية برضو بخاصية LED ومع سقف بانوراما في 2024 سقف بانوراما مع محرك V6، وعندنا إضافات الرياضية أو الكت الرياضي بالجزء السفلي ومقاس 18 إنش. الداخلي طبعا باللون الأحمر، فيها الشاشة اللي تدعم جميع الخصائص. هذه هي ميزة فئة SE عن فئة GLE، ما شاء الله ميزات كثيرة وواضحة. نجي لفئة الجراندي. فئة الجراندي تعتبر هي ما شاء الله الأعلى، نتكلم عنها بشكل سريع. الشرائح اللي هي موجودة بالواجهة الأمامية، عندنا نظام تتبع المسار ومغادرة المسار بالإضافة لحفاظ على المسار ومثبت السرعة الديناميكية أو الرادار موجود عليها. جنوط مقاس 18 إنش، الجنب جاي باللون الرمادي أو الأسود المعذرة باللون الأسود. عندنا سقف بانوراما بالكامل مثل ما نلاحظ. هذه الإضاءات الخلفية، حساسات أمامية وخلفية كلها موجودة عليها. الداخلية أكثر تميز، عندنا الداخلية باللون الجملي مثل ما نلاحظ. عندنا نظام الصوت في السيارة GBL مع ستارة خلفية مع منفذ USB بالجزء السفلي، نلاحظ بهذا الجزء منفذ USB. عندنا بالإضافة له تحكم بالدركسون وضعيات القيادة. طبعا على فئات الهايبرد بشكل عام عندنا النوافذ كلها كهربائية، عندنا المراتب جلد التحكم فيه كهربائي بالنسبة للسائق والراكب، وهنا العدادات بالكامل RPM. نلاحظ هنا الشاشة تدعم نظام الملاحة، التحكم بالتكييف باللمس، والمناخ منفصل ما بين السائق والراكب، عندنا شاحن لاسلكي، وضعيات القيادة إيكو نورمال سبورت كلها موجودة بهذا الجزء. طبعا نلاحظ الأرباقات بالجزء الداخلي بشكل كامل مع ستائر جانبية. نلاحظ نظام الصوت بالسيارة GBL، تعتيم سقف بانوراما، وهذه هي ميزات فئة الجراندي. نشوف مع بعض وش فئة الكلوميت تتميز عن هذه الفئات بشكل كامل. شوف للمعلومية غالبا المواصفات اللي ما بين فئة الجراندي وفئة اللوميت بتكون بسيطة نوعا ما. مثلا عندنا اللي هو النقطة العمية، بالإضافة لل بعض التفاصيل البسيطة تتميز فيها فئة اللومير عن باقي عن فئة الجراندي، بالإضافة للتسخين بالمراتب. طبعا لاحظ الإضاءات الداخلية بالكامل، يعني اختلافات بسيطة ما بين فئة اللومير وفئة الجراندي. إذا جينا للمحركات فبنتكلم عن محرك البنزين 4 أسطوانات سعة 2500 سي سي تنفس طبيعي، الأحصنة 204 حصان، والعزم 245 نيوتن، مرتبط بناقل حركة 8 سرعات أكيد. استهلاك البنزين مثل ما نشوف في فئات البنزين، عندنا 18.3 كيلو لكلية البنزين، 91 دفع أمامي 2024، هذه فئات اللي هي البنزين. بالنسبة للجراندي فنتكلم عنها بعد شوي، لكن خلونا الحين نتكلم عن نسخة SE بمحرك V6 أو 6 أسطوانات. طبعا تكلمنا عن محرك 4 أسطوانات، بالنسبة V6 أو 6 أسطوانات على هذه السيارة برضو محرك تنفس طبيعي 279 أو 97 حصان، والعزم 356 نيوتن، مرتبط بناقل حركة 8 سرعات. وهذه هنا نتكلم عن استهلاك بنزين 14.2 كيلو لكل لتر بنزين، سعة خزان القود فهو 60 لتر. بالنسبة لمحرك الجراندي الهايبريد 4 أسطوانات دفع أمامي مدعوم بشاحن كهربائي أو محرك كهربائي، الأحصنة 215 حصان، والعزم 225 نيوتن، مرتبط بناقل حركة CVT. استهلاك البنزين كل لتر بنزين تمشينا بالسيارة 26 كيلو، التقييم ممتاز بلس، بنزين 91. فمثل ما لاحظنا طبعا مو هذه كل فئات تويوتا كامري، في فئة اللي هي GLX تتميز عن هذه الفئة بنظام الصوت GBL مع مراتب جلد، لكن غالبا نفس المواصفات اللي موجودة على هذه. وفي فئة الجراندي
نفس المواصفات اللي موجودة على هذه، لكن بمحرك V6 أو 6 أسطوانات، وفي فئة رياضية اللي هي SE لكن بمحرك 4 أسطوانات. غالبا تكون الاختلافات ما بين هذه الفئة وفئة SE العادية الداخلية، طبعا هنا بتكون جلد باللون الأحمر، هناك لا باللون البيج، فهذه هي الاختلافات. فئة SE طبعا تنزل فئتين، وفي الفئة الثانية اللي هي نفس هذه الفئة لكن بمحرك كهربائي، فكل فئة بتكون عليها محرك بنزين ومحرك كهربائي. سمعنا انه في 2025 بتكون كلها محركات كهربائية او هايبرد، فالله اعلم، باذن الله نشوف تويوتا كامري والتغييرات اللي عليها بتصير. بالنسبة لاسعارها، هذه الفئة ب 118 الف ريال، ال اي اس تي دي باللون التيتانيوم، باللون التيتانيوم نفس السياق نفس اللون، لكن على فئة الجي ال اي بتكون ب 126 الف ريال. اللون اسود على ال اي الستاندر مطور بتكون ب 127 الف ريال، فئة الجراندي ب 148 الف ريال بمحرك الهايبريد طبعا، فئة الاس اي بتكون ب 138 الف ريال بمحرك الجي ال المحرك الفي 6، وهذه غالبا اسعار تويوتا كامري. بتكون باقي الفئات حدود هذه الاسعار، تختلف الوانها طبعا حسب الالوان. بالنسبه للون ابيض يعتبر هو الاكثر مبيعا، وبالاضافه لي انه يعني السعر متوسط ما بين اللي هو اللون التيتانيوم واللون الاسود واللون اللي هو البني واللون الفضي. اللون البني والفضي اشوف انهم الاقل سعرا في السوق، بعد كذا عندنا اللون الابيض، وفي الاخير اللون التيتانيوم واللون الاسود، هذه الاسعار اعلى. فاختصرنا لكم تويوتا كامري 2024 بجميع فئاتها، اتمنى التغطية نالت اعجابكم. في النهاية مثل ما ذكرنا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبونا نستعرضها لكم بالايام الجاية، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وانستغرام والفيسبوك، الروابط كلها بخانة الوصف، اول رابط تلقون تفاصيل السيارة بالكامل. هذه التغطية من صالة التركي للسيارات بمكة المكرمة، اللي حاب يزور الصالة طبعا في مكة المكرمة طريق السيل شارع الملك فيصل، بالتحديد بالمعاصم مقابل كوبري معرض التركي للسيارات. كذا في أمان الله.